ما قصرت يعني ذي ما لهم ساعة بس يعني عطر بلقيس إذا دفعت قيمته أخذت عطر الشيخ زايد للرسميات وأخذت كسرة العود مجانا. بيض الله وجهك يا أبو عبد الله مع الضريبة والتوصيل وضمان الساعة. نقطة أخيرة يا جماعة الخير، الكمية محدودة، قيمة الثلاثة عطور ثلاثة منتجات بقيمة فقط عطور، يعني ما راح تعاني مع الضمان. طلبت المنتج وجاك ما عجبك، شوف أقرب فرع في مدينتك لدخول الإماراتية واسترجع وخذ فلوسك وفوقها بوسة راس. بيض الله وجهك أبو عبد الله. وجهك أبيض الله يطول عمرك. مشكور على العرض البطل. تستاهلون والله، وهذه رضاوة وأقل شيء نقدمه. يلا رفعوا الشاشة فوق. تلحق إن شاء الله أنكم تلحقون. نقول إن شاء الله كلكم تلحقون. كل واحد له طلب واحد فقط. شوفكم على خير.